تواصل وزارة الداخلية تنظيم ورش عمل حول مخططات إسقاط الدول للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي. إدراكاً من وزارة الداخلية لأهمية دورها المجتمعي في رفع وعي المجتمع للتصدي لمخاطر الشائعات، تواصل الوزارة تنظيم سلسلة ورش العمل التدريبية الموجهة للكوادر الإدارية بالدولة، حيث نظمت ورشة عمل للعاملين بوزارة التنمية المحلية وذلك بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول. استمرت فعاليات ورشة العمل على مدار 5 أيام بحضور خبراء ومتخصصين في هذا المجال، تطرقوا في محاضراتهم إلى كل ما يتعلق بمخاطر الشائعات على المجتمع وحروب الجيل الرابع التي تهدف إلى إسقاط الدول وكيفية التصدي لها من قبل أفراد المجتمع بعد تحصينهم فكرياً للرد عليها ومواجهتها. من أبرز الحاجات اللي عجبتني في الورش الصراحة واللي استفدت منها إن هي فهمتني إزاي أنا كموظف إداري تابع لوزارة حيوية زي وزارة التنمية المحلية، إزاي إن أنا أقدر أواجه أي حاجة ممكن تمس باستقرار الدولة من مكان عملي. طبعاً عرفنا أشكال كتيرة من حروب الجيل الرابع، من حروب نفسية، من ذكاء اصطناعي، إزاي بنتواجه داخلياً وخارجياً من قوة أخرى. الجديد اللي أنا استفدته إن أنا ما انصقش وراء الشائعات والسوشيال ميديا، وإن لو في أي معلومة على السوشيال ميديا لازم الواحد يدقق فيها كويس جدا. في اختلاف في المحاضرات نفسها، مش مركزة كلها في موضوع واحد، بس هي بتساعد الورشة بالكامل، بتحاول إن هي تديك معلومات مختلفة. وقد أشاد المشاركون في ورشة العمل بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لرفع الوعي المجتمعي والتعريف بالإنجازات الوطنية وبناء مجتمع محصن فكرياً قادر على التصدي لمحاولات هدم الدول واستهدافها بالشائعات الهدامة. فهموا يعني أمن قومي، يعني إحنا إزاي بنتعرض لحروب مختلفة، مسمياتها مختلفة، أنواعها مختلفة، منها نحن إحنا لا نعيها، استفدناها في الورشة هنا جدا. دورنا احنا اللي جاي اللي احنا ننقله للناس. شكرا لوزارة الداخلية ان هي عملت ورشة العمل ديت. البرنامج ده رائع، ما كنتش متوقع ان في كمية الخبرات والعلمية اللي استفدنا بيها في الكورس دوت او ورشة العمل ديت. معلومات يعني لو قعدنا سنين بره عشان ناخدها اتلمت هنا في خلال الورشة كلها باعلى مستوى، باعلى دقة، باعلى كفاءة. انا اشكر كل قيادات الشرطة والداخلية على المقابلة الجميلة والورشة العمل المنظمة جدا اللي احنا فيها. وتأتي هذه الورشة استمرارا للمبادرات التوعوية التي تنظمها وزارة الداخلية وتستهدف بها فئات المجتمع، ونجحت من خلالها في بناء حائط صد مجتمعي ضد محاولات الهدم والتشكيك في الثوابت والإنجازات الوطنية.